صبركم مش دينا. يدرس يا يعني استاذه صابرين. طمنينا على عبد الله، يعني حالته الصحيه عامله ايه دلوقتي، واحساسكم كان ايه اول ما الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لطلب عبد الله؟ إيه والله يا عبد الله، طبعا كانت حالته صعبه جدا. عبد الله كان ايه حالته اللي صعبه حصل له؟ جدا. احكي لنا، احكي لنا القصه بدات ازاي. القصة إنه إحنا كنا يعني بيتنا منطقة الرمال، منطقة هادية، منطقة يعني ما فيش فيها أي مشاكل ولا أي تهديدات، فصاروا يعني إنه ارحلوا من أماكنكم. المهم رحلنا زينا زي بقية العالم، زي الناس كلها. لما رحلنا رحنا على مدارس الإيواء، مدارس الأونروا اللي هي من المفترض إنها أماكن آمنة. فهناك الناس كلها طبعا فيش غاز، فيش أماكن للطبيخ، فيش حاجة، يعني فيش أدنى مقومات الحياة. فكنا بدنا نعمل أكل. كان ابني الكبير 18 سنة وولاد جيراننا ومجموعة يعني كتير من الشباب، فحبينا نعمل أكل. حكينا لهم يلا خدوا هاي الأكل واعملوا لنا أكل على النار. فراحوا يعمل أكل على النار. عبد الله أصلا، والله عبد الله ما كان، عبد الله كان ساعتها بيشحن موبايلات في المسجد، ولكن اجى باللحظات الاخيره يعني قبل القصف في 3 يمكن دقائق بالضبط راح لهم. فساعتها صار القصف، كلهم صاروخ وكلهم استشهدوا، بس طلع عبد الله لحاله اللي انصاب. ربنا يسلمه ست صابرين يا رب، ويكمل شفاه كده على خير.